بتحاول تكتب باسورد خاص بويندوز 10 ما بيفتحش معاك، او ان انت نسيت الباسورد اصلا، هتبتدي انت تروح دايركت على زرار الباور من هنا، وهتبتدي ان انت تضغط على ريستارت. اثناء الريستارت هتبتدي تشيل كابل الباور الخاص بالجهاز حوالي مرتين او 3 مرات عشان يبتدي ان هو يفتح لك صفحة التروبل شوت، او يفتح لك صفحة وضع تصحيح الاخطاء في ويندوز 10. بعد كده هيفتح معاك صفحة الادفانسد اوبشن، هتختار منها التروبل شوت، ومن التروبل شوت هتختار ادفانسد اوبشن، بعد كده كوماند برومبت. بعد كده هيفتح معاك موجه الاوامر او كوماند لاين بتاع السي ام دي، هتكتب سي بعد كده دبل دوت او نقطتين، هيبتدي يحولك على مسار السي، هتكتب سي دي ويندوز، بعد كده انتر، بعد كده تكتب سي دي سيستم 32، هتكتب انتر، هتكتب الامر رن يوتيل مان دوت اي اكس اي سبيس يوتيل مان دوت اولد، بعد كده تضغط انتر، هتكتب الامر كوبي سي ام دي دوت اي اكس اي سبيس يوتن مان دوت اي اكس اي، بعد كده تضغط انتر، هيقول لك هنا كوبيد، هتبتدي انت تكتب الامر اكست، بعد كده تضغط انتر وتعمل كونتينيو لويندوز 10. هيفتح معاك واجهة الويندوز، هتروح على التايمر اللي جنب الشات داون، هتضغط كليك، هيبتدي يفتح معاك موجه الاوامر مرة تانية، هتبتدي تكتب الامر سي دي باك سلاش، بعد كده تضغط انتر، هتكتب الامر نت يوزر، تضغط انتر، هيبتدي يطلع لك اليوزرز اللي عندك، ادمنستريتور او اليوزر بتاعي اللي هو محمد كابانجو، هبتدي ان انا اكتب نت يوزر محمد كابانجو، وبعد كده سبيس واضغط ستارت او علامة النجمة، انتر، هيطلب مني ان انا اعمل باسورد اليوزر من جديد، ممكن اسيبه افتراضي، انتر، انتر، هيقول لك كومبليتد سكسسفلي، هتكتب الامر اكست، تضغط انتر، هتروح على تسجيل الدخول تضغط انتر، هيفتح معاك من غير اي باسوردز.